هاد الشيء علاش هاد الشيء غادي يدوز هاد الشيء يدوز العبد اللي تيقول لهم سيدنا هادو غير الشفاره هادو هاد الشيء راه خصو يتصوب على حقه وطريقه الا بغاو يديو واحد طرف الخبز الحلال مطيب ما امور هاد الشيء شنو هو دابا هذا دابا هادي انا نزولها هكا يجي الاخر يضرب على القنت والله لا تعدى 6 شهور 5 شهور يجي يطلع على هادشي يلقاو كلشي تخنق شوه الدنيا كي دايره بالزبل تحت شو المشاكل هادشي مجهد هاد الناس اخويا هادشي راه حنا موجود الله لا حول ولا قوه ما صلحونا مزيان ما عطاونا داك البركه وخلاونا نرتاحوا قدام وليداتنا مهنيين وهذا هو المشكل ولا حول ولا قوه الا عاش الملك عاش الملك الله ينصر سيدنا الله ينصر الله ينصر سيدنا هذاك 6 مليون هذاك 6 مليون الله هو 6 مليون هي 18 مليون مجموعة ما خاسرين حتى 1000 ريال شي 1000 ريال والله ما خاسرينها بالله علاش؟ لأنها هي الشفارة لا واش الفون قال لك صلحوه؟ اسمع فين هات ها تصور هذاك راه في هذاك الفرمان راه فين شو كي داير بحال لاكار واش هذا اللي خليناه ولا؟ هذا اللي خليتيه لنا الأول هو اللي خليناه باش خرجونا خلاوه هذا ها هو زعما جبرناه هو اللي كان انت شنو كنتي داير عرفتي؟ هذا اللي اسمه باش ديال 6 مليون هذا باب ديال 6 مليون هذا باب 6 مليون ها شو الزبالة اللي فيها كبيرة دابا هذا الفون هذاك اللي كان هو اللي مازال هذا ديال الجماعة هذا هو ديال الجماعة هذا الجماعة ما خاصها فيه حتى شي واحد كيري هذا هي ديال الجماعة هذا فهمنا هذا هي ديال الجماعة ما كاينش اللي خاصها فيه الشرية كاع هذاك ديال ذاك ديال الحواس الليبيسي حتى هو ما خاصني فيه الثانية حتى هو حتى هو هذا كان حتى هو راه ما خدمش فيها هو كيخدم في القطرية وما خدمش هو عطاه 18 مليون هذاك هو الرئيس اللي راه خدام قبالتك كتشوفو كيقطر القطرية عنده الفونو خاص ديالو ديالو خاص من تحت من فوق مول البيض مول البيض مالو راه كيخدم في القصرية عوض ما يخدم في الفون ديالو راه فاسد واقف قال لكم عوضوا له 6 مليون وصوبوا له الفونو وهو ماشي على حساب الجماعة حنا ما كيعرفناش حتى حنا حنا اللي غيجي يجي ديال الدعم ما يجي للجماعة دابا الفون ما مصاوبينش بجوج بهم ما مصاوب ثلاثة بهم ما مصاوب اللي كانوا هما اللي مازال كانوا هما اللي مازال ها هما باقيين واقفين انت كتشوف فيهم هما هادو وعاش المال وعاش محمد السادي ما جاي هما هادو راهو سيدنا عطاهم هاد الشيء اللي يديروه وهما راهو الشفاره يتلاميه والله ما عندهاش الشفاره سير هاد الشيء هذا ها انت سيدي هذا هو الحيط ديال دار الطبخ اللي تم الترميم ديالها من طرف هذا المقاول كيقول لك هو سالا دار ها الخشبه فين خارجه هذا بدل غير السقوفه من هنايا هذه خشبه من القدامين ديال دار الطبخ لا ما والو ما مريب ما حتى حاجه غير من الداخل وقال لك سال ونعطيك التصاور عندي قدامين ديال هاد الجهه هذه كيفاش كان مازال الحيط في دار الطبخ قال لك هو يا ها في رقع واحد شويه بحال اللي خيط انت ها تخيط هذه قال لك دار الطبخ سيدي انتهت انت شوف صحابي مازالين هذه هي الحيط ديال دار الطبخ كامل انت هادي تل هنا مازال هادي تل هنا فهمت هادي كامله قال لك دار الطبق سالات شوف سلوك هاد الدوسي هادو ماشي خطر على المواطنين اللي كتكون هاد الشارع هذا الدرب هذا السريج اللي كنقعوا فيه حنا دار الطبق عموميا قتا وكيعقل بنادم على ديالو الماء والليله ما كيمشيش الوالف هو كيكون عالي هكا الما غير كنفجروه كيمشي كامل مع الطاره دابا الطاره باقيه مخنوقه لتحت دابا واش هذا واش الما داير نتوما الما الحلول ولا الطاره؟ لا الطاره وما مخلط هذا الشيء هذا مثلا كيكون عامر بالماء نقي كنفجروه من الخميس للخميس كيبان هكا وكان موسع ديها القنطره كانت عاليه كندوز بالخنشه الصوف على ظهري ودابا الا دزت غير براسي نضرب راسي لذاك المدريه راه فينا هي وهذه هاد السيترنا هادي كانت ديال البطون داروها لنا ديال الياجور فهمتي شنو المشاكل اللي عندكم هنا في دار الطبخ المشاكل اللي عندنا سيدي هاد الترميم اللي دار هاد المقاول راه غير ترقيع عباره عن ترقيع فهمتي ترقيع ماشي ترميم
صحيح كما كيقولوا راه رمه. ورينا شنو؟ نبين لك هو هذا عباره عن هذا الساريج عامر بالماء ديال العطاره وديال الماء الحلول العين اللي هو ساويه ولا سخانزه، ديك العين ولا الماء ديالها ما صالحش للجلد وسدوا لها العنابيب ديالها. حنا دابا مازال غادي ندخلوا ان شاء الله وغنفجروها وغادي نقلبوا على ديك العنابيب باش نفتحوهم ان شاء الله في حول الله الى كثر. انا كنطلبوا من سيدنا نصره الله يدخل في هذا المشروع هذا ويشوف فيه بعين الاعتبار ويحاسب لنا هاد المقاولين كيفاش داروا لهاد الاصلاحات وهاد الناس اللي دخلوا باش غادي يخدموا راه ما عندهمش باش يخدموا. ولا جيتي دابا تمشي دابا باش تشري جلود ثم غير جايبهم خصك باش تخلص من الكروسه اولا، خصك ثانيا تجي لباب دار الدبر تشوف اللي يخدم لك. ما عندهمش راس المال، ما عندهمش خدم. عطاوهم 6 شهور هما جلسوا 9 شهور، ديك 6 شهور اللي عطاوهم كلاوها و 3 شهور كملوا اللي خرجوا في جيابهم بها. اما منين دخلوا دابا لهنا كنخصهم شويه الدعم. هاد الناس ما كيتصنتوش لينا وما ما حاسبيناش باننا راه حنا دباغه وحنا هما الرمز ديال مدينه فاس في دار الدباغ. كيجي لي عندنا جميع الضياف كيجيو عندنا لدار الدباغ من اي جهه. انت عامل هنا في دار الدباغ اخويا؟ لا غير صنايعه اخويا هنايا ضيعونا. كتجلسوا 5 شهور جلسونا تقريبا 10 شهور خلصونا في 6 شهور وخرجوا علينا حتى في هذا الاصلاح. دابا العين وليتي تبغى تجبد الماء خصك تبقى تهود موراها تحتها. دابا هي بدات تصلحوا ما كاين لا موتور اللي تيجبد منها ما والو، هي ما بقاتش تعمر بحال هذيك. كان تيلفون وتيدي الماء الفون ويسقيو عباد الله وتنصب له حدا السوق وديما فايده. دابا هو الموتور اللي تيجبد نقولو سي خويا هو ما خدام وهي ما كتعمرش. عمروا لنا بالتراب ما بقاتش الماء اللي تيطلع من الارض غطاوه لنا بداك التراب. دابا لو بغيتي تخملها خصك شهر ديال تخملها مع غارقة نص فيها تقريبا عمر بالتراب. دابا لو بغيتي تجبد داك التراب خصك 20 واحد وما تكملهاش وما عندهاش الطريقة اللي نديرو نصلحوها على حساب ردموها. بغيتي تجبد داك التراب ما عندكش كيديرو. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد السيتيرنا هي اللي عندنا الصراع مع الرئيس دا النص فيها كانت ديها كامله منين ما كندعيو قال لك قسموها له داروا له السلم ديالو السلم ديالنا. واش هو عنده حق يدي النص؟ شكون هذا رئيس الجمعيه المشبوهه بانه هو يدي النص السيتيرنا بوحدو والجماعه تدي النص وراها في مشقوقه كاع حتى هي عباره غير عن لا بوطون لا والو. راه الحية فين ضربة سير سير الحية فين هي هذيك دابا من دابا هي فيها الحية. تسلموا لنا السواس وهما زالوا الاصلاح خدام ضربة. دخلنا للباب لقيناها كل شيء مازال ما تصور. دابا حنا كنخدموا هنا ما ضرنا تمو غادي يقطع علينا الشاي ولا شي حاجة. على ادب على بيت الله دايرين هاد العرام هادي باب دار الدبر. هذا السقف ديال المسجد؟ هذا السقف ديال المسجد. هذا مسجد كامل هما دايرين عليه هاد العرام هادي وباب دار الدبغية هادي في خطر. الناس داخلة خارجة وهما منين جاو يصلحوا قالوا لنا خطر ندخلوا باش حنا ما ندخلوش نحضروا على ديالنا كيترمم بيدينا. فهمتي حنا كنهضروا على دار الدبغ على العموم. فهمتي دار الدبغ عمومية كيعنينا الأمر كدباغة. هاد الترميم اللي رمم هاد المقاول راه غير عبارة عن ترقيع ماشي ترميم على حقه. 6 شهور ما تكفيه 6 شهور ديال الترميم ديال دار الدبغ ديال الكرميز والله ما تكفيه. علاش؟ لان خصو على الاقل عام وهو جلس هنايا بارك الله فيك 9 شهور عطى الناس 6 شهور. داك 6 شهور راه هما دايرين معنا في الليزاسيون تكمل المده نعوضوا لكم. خصهم يعوضوا لهاد الناس. فهمتي؟ يلا عندك ضرب راسك.